السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم اخواني واهلا وسهلا بكم في اول قناة عراقية لتعلم العود والغناء العربي. رحب معكم، معكم زياد هادي استاذ آلة العود والنظريات والغناء العربي من العراق. رحب بجميع اخواني واعزائي من العراق والعالم العربي والعالم في هذا الدرس الجديد اللي هو احنا واكبنا انه كل فيديو نطرح به شيء جديد وتلبية لطلبات الاخوة والاصدقاء. اليوم راح ناخذ اغنية يا طيور الطائرة اللي هي كلمات الشاعر زهير الدجيلي والحان الفنان كوكب حمزة وغناء الفنان سعدون جابر. قبل ما ابدي احب انه اذكركم بموضوع جدا مهم وهو موضوع الدورات الموسيقية. عندي دورات موسيقية، اللي يحب يشترك أونلاين مباشرة شلون يعني بالضبط هذه الحالة معاكم مباشرة وجه لوجه، تعلم التقاسيم، تتعلم الغناء، تتعلم العود، وممكن بهم يعزفون متوسط، تعرفون طريقة التقسيم الصحيحة. وأيضا عندي في بغداد أنه إضافة للأونلاين أنا أذهب إلى بيت الطالب أعطي دروس. نتوجه إلى الأغنية يا طيور الطائرة وأشرب بكم مرة أخرى، وخلينا نشوف أمامكم النوتة الحرفية ليا طيور الطائرة حتى أقدر أعزفها وياكم حتى أعطيكم. هي طبعا مقطع لأنه يحتاج الأغنية زمن أكثر من اللازم، لذلك اختصرت هاني لكم حتى تتعلموها لفترة وجيزة بناء على طلبات الأخوة الأعزاء. نشوف الأغنية. هاي الأغنية قدامكم هسه حاليا راح تكون بالترتيب التالي. المقدمة راح تكون عندكم، راح تكون لكم دا صول دا 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 صول، تنعاد مرتين دا صول دا 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 صول. أوكي، دو ري مي فا صال، راح يبدي النو يا طيور الطائرة. صال فا مي ري مي فا مي ري مي، ما خلى بين قوسين مي فرداش اس فا مي ري دو. اوكي يا شمسنا الدائرة راح يصير صال فا مي ري مي فا مي اس فا مي ري دو. بعدين راح تجي سلميلي صال صال لا لا بيمول، طبعا عندكم لا فا مي ري فا مي ري دو. تعال صال صال لا فا مي ري فا مي ري دو. اوكي، راح ننتقل للمقطع الاخر اللي راح يصير عندكم اوكي صال لا زي لا صال لا زي لا صال. شمس يا شمسنا راح يردون الكورال يا شمسنا صال فا مي ري مي فا مي ري فا مي ري دو. تعال مرة ثانية صال لا زي لا صال لا زي لا صال صال فا مي ري مي فا مي ري. اوكي، والهواء راح يصير سي با سي طبيعي، راح تاخذه سي دو لا بيمول، لا راح يصير عندك عجاج سي دو لا صول لا سي لا صول 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 فا مي ري فا مي ري فا مي ري دو. تعال سي دو لا صول لا سي لا صول 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 هذا بما لاحظناه أمامكم بموضوع العزف وقضية هذه الأغنية اللي هي راح تعزف كالتالي طبيعي.
سو اوكي. صال فامي ري فامي ري فامي ري دو صال صلا باو صال صلا فامي ري الأغنية حتى نقدر إنه تتابعوها ومع اللفظ معايا طبعا مثل ما ترجعون للفيديو حتى تقدرون إنه تكتشفون الأخطاء وتكتشفون الصح وتكتشفون الخطأ وطريقة الأداء بالعزف، لأنه هاي يحتاج إليه. هسه أنا من أعزف إذا أريد أعزف وحدي أعزف غير العزف اللي عزفته الآن، لأن هذا العزف يسمونه مال المبتدئين. يعني هي من قلت دو دو صول دو 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 صول دو دو صول دو 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 صول دو ري مي فا صول صول فا مي ري مي فا مي ري مي فا مي ري دو. هنا ايش قال لكم؟ انا هنا عندكم موجوده، عندكم انا عندي امامي اللابتوب وامامكم هي اللي وضعته. صول فا مي ري مي فا مي ري مي بين قوسين مي فرداش اس فا مي ري دو، و تتقدمون بقضية العزف. ممتن لكم وأتمنى الاشتراك في هذه القناة المفيدة، واللي يحب أنه يتعلم عود أو يتعلم غناء وبدراسة جميلة جدا وبطريقة سهلة يشترك مباشرة ويا طبعا أما أونلاين أو أذهب إلى البيت من جميع دول العربية ومن العراق أيضا، عن طريق تقدر تتصل عن طريق رقم الواتساب الموجود أسفل الفيديو. تحياتي لكم ومع السلامة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.